الفراخ المصري هزمت البرازيلي والسوق ما بيكدبش، وهو ده اللي حصل خلال الساعات الأخيرة، والكل اتفاجئ بقفزة كبيرة في أسعار الفراخ البيضة ومحدش فاهم فيه إيه. مش قالوا إن الأسعار مكملة انهيار؟ طب فين التوقعات دي؟ وإيه الجديد اللي غير اللعبة في السوق؟ صحيح أزمة الأعلاف راجعة تاني؟ أنا مريم مجدي وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. مع بداية طرح كميات جديدة من الفراخ البرازيلي بسعر 65 جنيه للكيلو في السوق، كلنا شفنا ازاي اسعار الفراخ البيضة نزلت مرة واحدة، لدرجة ان الكيلو اللي كان وصل 100 جنيه رجع تاني بيتباع ب 70 جنيه. بس للأسف الفرحة ما كملتش، وخلال الساعات الأخيرة حصلت قفزة في اسعار الفراخ تاني علشان يسجل الكيلو اكتر من 80 جنيه. وده يخليك تسأل، هو ايه اللي حصل؟ هل مثلا الفراخ البرازيلي خلصت من السوق ولا محدش اشتراها؟ عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية كشف عن زيادة سعر الكيلو في ارض المزرعة من 68 جنيه ل 75 جنيه، بزيادة حوالي 7 جنيه في يوم واحد بس، ورغم توقعاته السابقة بتراجع كبير في أسعار الدواجن بعد طبعاً طرح الفراخ البرازيلي، واضح إن السوق كان ليه رأي تاني. علشان كده قال إن الدواجن المستوردة ما قدرتش توقف كبار المنتجين عن زيادة الأسعار بشكل غير مبرر. طب ليه؟ رئيس الشعبة شايف إن الفراخ البرازيلي المطروحة بالأسواق سعرها مرتفع وقريب من سعر الدواجن المحلية، والغريب في كلامه بأن كيلو الفراخ البرازيلي بيتباع بسعر 82 جنيه للكيلو، وهنا الزبون بيقول لك طالما الفرق مش كبير خليني في المضمون واشتري الفراخ البيضة اللي متعود عليها أحسن. في الوقت نفسه كبار المنتجين بيتحكموا في الأسعار زي ما يحبوا، خصوصا إن السوق بقى ليهم لوحدهم بعد خروج صغار المربين من المنظومة نتيجة أزمة الأعلاف. ودلوقتي عمليات التسعير بتتم عشوائي سواء في المزرعة أو التجزئة، أصل إزاي سعر الكيلو يزيد 7 جنيه رغم ثبات أسعار مكونات الإنتاج؟ ده غير إن إنتاج الكيلو الواحد بيساوي 60 جنيه بهامش ربح مناسب. عشان كده بيأكد رئيس الشعبة إن الوضع كارثي ومحتاج تدخل الحكومة بسرعة وبحلول حقيقية زي توفير الأعلاف وبأسعار التكلفة وتفعيل بورصة الدواجن ووضع سعر استرشادي بشكل يومي بناء على حساب التكلفة، وده من قبل خبراء بوزارة الزراعة. لكن للأسف واضح إن أزمة الأعلاف علشان تتحل محتاجة وقت أكتر. ثروة الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن كشف عن مشكلة في استيراد كميات جديدة من الأعلاف بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، وده اللي خلاه يتوقع اننا هنرجع تاني نشوف أزمة نقص الخامات. والفكرة هنا ان توافر الخامات دي مرتبط بالدولار، وعلشان المزارع تنتظم في الانتاج ويحس المربي بالاستقرار لازم يكون العلف متوفر بكميات كافية ومستدام علشان يستمر في ادخال دورات جديدة والاسعار تنزل، وغير كده هيحصل العكس. انتوا بقى اشتريتوا الفراخ البرازيلي ولا لسه؟ ويا ترى سعر الفراخ البيضة في منطقتكم وصل كام؟ وشايفين الاسعار رايحة على فين مع دخول رمضان؟ هترتفع ولا هتنخفض؟ وأخيراً، شايفين الفراخ البرازيلي أحسن ولا الفراخ البيضة أضمن؟